ساق معدني طولها 30 سنتيمتر، إذا لدينا ساق الطول الكلي لها 30 سنتيمتر. وضعت أحدى نهايتيها عند درجة حرارة 120 سلسيوس والأخرى عند درجة حرارة 12 سلسيوس. أوجد درجة الحرارة عند مسافة 10 سلسيوس من كلا الجانبين، بمعنى أن لدينا طرف درجة حرارة 12 سلسيوس وطرف درجة حرارة 120 سلسيوس، والمطلوب إيجاد درجة الحرارة عند مسافة تبعد من كلا الجانبين 10 سنتيمتر. إذا كان طول كل 30 سنتيمتر فالمسافة من هنا إلى هنا 10 سنتيمتر، والمسافة من هنا إلى هنا 10 سنتيمتر. وبالتالي فإننا قمنا بتقسيم الساق إلى 3 مناطق، 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر. إذا نسمي هذه النقطة بالنقطة A وهذه النقطة بالنقطة B، والمطلوب إيجاد درجة الحرارة عند النقطة B وعند النقطة A. نبدأ بعملية الحل. كما نعرف أن Q يساوي Q، وبالتالي سوف نقوم بمساواة Q خاصة بالتوصيل مع Q خاصة بالتوصيل. نبدأ الآن بالقانون العام، نبدأ بالنقطتين، النقطة الأولى هي النقطة B والنقطة الثانية هي المسافة الكلية. إذا K A دلتا T على دلتا X يساوي K A دلتا T على دلتا X. وحيث أن الساق مصنوع من نفس المادة فإن الكي تلغي الكي، وحيث أن نفس المساحة فإن الأي تلغي الأي، وبالتالي فإن الدلتا تي على دلتا إكس يساوي دلتا تي على دلتا إكس. نختار أي نقطتان نقوم باستعمالهم، وذلك من أجل إيجاد قيمة المجاهيل. نبدأ بالنقطة بي و 12 سنتيمتر، بمعنى لاحظوا أن درجة الحرارة تنتقل من الجزء الساخن إلى الجزء البارد، بمعنى جميع انتقالات الحرارة سوف تكون بهذا الاتجاه. إذن في البداية نأخذ النقطة B و 12 سنتيمتر، TB ناقص 12، وقلنا TB ناقص 12 لأن درجة الحرارة عند النقطة B أعلى من درجة الحرارة عند 12، لأن لاحظوا 120 وتستمر في التناقص حتى تصل إلى آخر درجة حرارة وهي 12. على السمك وهو 10 سنتيمتر يساوي المسافة الكلية 120 ناقص 12 على 30، طرفين في وسطين، فنحصل على قيمة TB. إذن TB تساوي 48 سلسيوس. نكرر نفس الخطوة لكن باستعمال النقطة A. إذن دلتا T على دلتا X يساوي دلتا T على دلتا X. نبدأ بالنقطة A، TA ناقص 12 على المسافة الكلية 20 يساوي 120 ناقص 12 على قيمة المسافة الكلية 30، طرفين في وسطين، فنحصل على قيمة التي 84 سلسيوس. وبالتالي نكون انتهينا من هذا المثال. ننتقل إلى المثال السادس. وضعت نهاية ساق نحاسية طولها 1.4 متر وقطرها 3 سنتيمتر في خليط من الماء والثلج، ووضعت النهاية الأخرى في ماء يغلي. أوجد مقدار الثلج الذي ينصهر في 5 دقائق، بمعنى أن لدينا عملية انتقال الحرارة بواسطة التوصيل ما بين الثلج وماء، وبالتالي سوف يحدث هناك تغير في الطار. لهذا نبدأ الآن بطريقة الحل. أولا نوجد كمية الحرارة المنتقلة بالتوصيل. إذا الـ Q يساوينا على دلتا T K A دلتا T على دلتا X، ونحن نريد قيمة الحرارة. إذا نضرب دلتا تي هنا، إذا Q يساوينا K A دلتا تي حرارة على دلتا X مضروبة في دلتا تي زمن، ويساوي قيمة الموصلية 0.92 من الجداول مضروبة في قيمة المساحة. طبعا سوف نستعمل مساحة الدائرة وهي 3.14 وهي قيمة الباي مضروبة في نصف القطر تربيع، القطر 3 سنتيمتر، لهذا نستعمل نصف القطر تربيع 1.5 تربيع مضروبة في فرق في درجات الحرارة 100 ناقص 0 على 140، وذلك لأن الماء يغلي عند 100 سلسيوس والثلج عند 0 سلسيوس. طبعا مضروبة في 5 ضرب 60 وهو الزمن، 5 دقائق نحول إلى الثواني، فنحصل على 1392.81 كالوري. إذا تحصلنا على قيمة الكيو. طبعا هذه الحرارة يستعملها الثلج لكي ينصهر، بمعنى أن قيمة الكيو يساوينا MLF، وبالتالي فإن الكيو التي سوف يستعملها الثلج لكي ينصهر هي 1392، 1392.18.81 يساوي الكتلة مجهولة مضروب في الحرارة كاملة لانصهار 80، نقسم على المعامل الام لنحصل على قيمة الام،
واحد تلاتة تسعة اتنين فاصل تمانية واحد على تمانين ويساوي واحد سبعة فاصل أربعة جرام. وبالتالي انتهينا من المثال السادس، ننتقل إلى المثال السابع. ساقان من الفولاذ والنحاس متلاحمة تم إحدى نهايتيهما، طول ساق الفولاذ 10 سنتيمتر والنحاس 20 سنتيمتر، قطر كل منهما 2.3 سنتيمتر. وضعت نهاية الساق الفولاذي الحرة في ماء يغلي ونهاية الساق النحاسية الحرة في الخليط من الماء والثلج. احسب كمية الثلج التي ينصهر في 8 دقائق. طبعا لدينا هنا ساقان، لهذا سوف يكون لدينا عملية انتقال بالتوصيل. وكما نعرف أن الكيو يساوي كيو، كيو مفقودة تساوي كيو مكتسبة. فبالتالي فإن الك دلتا تي على دلتا اكس تساوي ك دلتا تي على دلتا اكس. نقوم بإجراء عملية التعويض، 0.92 مضروبة في 3.14 مضروبة في 1.154. طبعا هذا الرقم يمثل الك وهي الموصلية، وبالنسبة للمساحة نقوم باستعمال مساحة الدائرة باي ار تربيع، حيث ان الباي 3.14 والار هي نصف القطر كما موضح امامكم. مضروب الفرق في درجات الحرارة تي ناقص صفر على دلتا اكس وهو السمك الاول يساوي الطرف الاخر 0.11 مضروبة في 3.14 مضروبة في نصف القطر تربيع 1.15 تربيع مضروبة في 100 ناقص تي على السمك 10. لاحظوا بأن بايت الغباي ونفس القطر يلتقى مع بعض. نقوم بتوسيط المقدار فنحصل على هذه الأرقام، 0.0608 تي يساوي 0.01454 مية ناقص تي. نقوم بإجراء عملية التوزيع فنحصل على قيمة التي، إذا تي يساوي 19.29 سلسيوس، وهذه هي درجة الحرارة. الآن نستعمل درجة الحرارة في أي معادلة من هذه المعادلات، وذلك لإيجاد قيمة الكيو. إذن كيو يساوينا في المعادلة الأولى 9.2 مضروبة في 3.14 مضروبة في 1.15 تربيع، فرق في درجات الحرارة 19.29 التي تحصلنا عليها ناقص صفر على السمك 20، فنحصل على 3.684 كالوري لكل سكند. إذا كيو يساوينا ام ال اف على الدلتا تي، وبالتالي فإن 3.684 يساوينا الكتلة ام مضروبة في قيمة ال في وهي 80 على قيمة الدلتا تي وهي 8 دقائق ضرب 60 طرفين فاصلين فنحصل على قيمة الام. إذا ام يساوينا 3.684 ضرب 8 ضرب 60 على 80 وتساوي 22.104 جرام. إذا تم حل هذه المسألة على ثلاث خطوات. الخطوة الأولى قمنا بمساواة الكيو الخاصة بالساق الأولى والكيو الخاصة بالساق الثانية، وذلك لإيجاد درجة الحرارة ما بين الساقين. ثم استعملنا درجة الحرارة ما بين الساقين، وذلك لإيجاد قيمة الكيو وهي تمثل معدل انتقال الحرارة خلال الساق المركبة. وأخيرا قمنا باستعمال كمية الحرارة وقمنا بمساواتها بالحرارة اللازمة لعملية الانصهار لمعرفة الكتلة التي سوف تنصهر. ننتقل للمثال التالي. ثلاثة ثمانية